هذه ليست شكوى واحد أو اثنين أو ثلاثة، هذه شكوى تأتينا بشكل متكرر جدا وبشكل مؤذي ومزعج جدا جدا جدا، وهي إنه أنا ذهبت لأتخصص في بلاد الغرب، في بلاد العلم، في بلاد التقدم والتحضر، ذهبت لأتخصص، ذهبت لأدرس، ذهبت لأعمل، ذهبت لأطلب الرزق، ذهبت لاجئا، ذهبت بأي حال كنت، ذهبت إلى بلاد الغرب، ثم بعد سنوات اكتشفت أني ضيعت ديني، اكتشفت أني ضيعت ديني. كثير من الناس حتى عند هذا المستوى يعني يعزي نفسه إنه الحمد لله أنا أستطيع أن يعني بما أني وعيت أني انتكست فالآن أريد أن أرجع. لكن المشكلة والمصيبة عندما تجد المصيبة في ولدك وزوجك. لذلك كثير تأتي الاستشارات، كثير تأتي الأسئلة، كثيرا ما تأتي الشكاوى. ضيعت ولدي، ضيعت ابني، ضيعت ابنتي. ابني الآن لا يعترف بالإسلام، ابنتي لا تعترف بنا أصلا كأهل وتتنكر لأصولها العربية والإسلامية، ابني الآن لا يريد اسمه، ابنتي شكت علينا عند السوشيال وركرز يعني الرعاية الأسرية والاجتماعية وغيرها، ابننا أصبح يتمرد ولا يريد أن يسمع كلامنا ويهددنا. وتأتي وكثير من الناس يظن الأمر حتى انتباه على الأبناء، لا لا. كم تأتي أيضا الشكاوى إنه زوجتي خرجت أنا وهي، كانت ما شاء الله كانت طائعة عابدة، كانت تحب الله ورسوله، كانت تحب الدين، ثم إذا ذاقت من لذة الدنيا هناك ورأت من القوة في يدها أنها تستطيع أن تأتي بي وتذهب بي كيف شاءت وإلا تشكوني، وجدتها فرصة واستزلها الشيطان فخربت بيتها وتركت دينها، فماذا أفعل وأولادي وهي تريدهم و و و و و. أنا أقول أن هذا من أعظم الابتلاءات صراحة، ومن أصعبها على النفس، ومن ابتلي بمثل هذا فأقول أعانه الله، وأسأل الله عز وجل لكم السلامة والعافية في الدنيا والآخرة. ولكن الآن الكلام هنا ليس موطن العزاء لمن أصيب بمثل هذا المصاب، وليس موطن العلاج لمن أصيب بمثل هذا المصاب وبمثل هذا العضال، داء العضال، وإنما هذا له موطنه في الاستشارات الأسرية والتربوية والزوجية وحتى النفسية، لأنه في كثير من الأحيان يكون الدافع ترى نفسي، تكون دخلت المرأة في حالة اكتئاب فأصبحت تهرب من الدين وتهرب من زوجها وهكذا، والأبناء دخلوا في حالة إدمان حسب الحالة. لذلك أنا لا أتكلم عن العلاج الآن، ولا أريد أن يكون الكلام بأي شكل من الأشكال فيه نوع من أو يفهم منه أي نوع من أنواع الشماتة بمن هو مصاب بمثل هذا الابتلاء، بل نقول أعانهم الله، يعني هم ابتلاء صحيح بما كسبت أيديهم في كثير من الأحيان، لكن بعضهم يكون مضطر، يعني بعضهم خرج هكذا ليزداد من الدنيا، لكن البعض يكون قد خرج لحاجة، خرج اضطرارا، له وضع لا تدري. لكن الكلام بغض النظر عن الحالة سواء كان الإنسان مضطرا أو غير ذلك، أنا ليس المقام مقام شماتة، بل أريد أن نتعظ من هذا، أن نتعظ بهذا ونتكلم هذا مع أنفسنا ومع من يفكر بمثل هذه المسألة، ومع من الكلام لكل من يفكر بهذا. وأنا لست عنكم ببعيد، يعني أنا لا أنظر في الهواء، أنا أنظر وأنا بني آدم، عندي ما عندي من 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 الأمور التي قد تجعلني، نسأل الله عز وجل أن يعصمنا. لكن الفكرة أنك عليك أن تدرك أن من تضييع الأمانة أن تجعل زوجك وولدك في 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 مكان خطر. الزوج يعني يقصد بها الزوجة بشكل عام، لأنها تطلق كلمة زوج على الزوج على الرجل على الزوجة والزوج عادي، والولد تطلق على الأبناء والبنات، الولد تطلق على الأبناء والبنات، فإذا قلت الزوج والولد يعني زوجتك وأبناؤك وبناتك. فما أقصده أن كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول كما قال صلى الله عليه وسلم،
وأي تضييع هذا أكثر من أن تجعل زوجك وولدك في بيئة مليئة بالكفر ومليئة بالمعصية ومليئة بالفساد. بل ما هو أطم من هذا وأدهى، أقول لك ما هو؟ لأنه كثير من الناس قد يرد على هذه الكلمة ويقول يعني بلادنا أحسن، ما هي بلادنا فيها فساد وبلادنا فيها كفر وبلادنا فيها كذا. أقول لك لا لا والله ما تستوي أبدا، لا تستوي أبدا. لا أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ سبحان الله، بلاد في غالبها غالب أهلها ناس مؤمنين ناس محافظين ناس كذا، تقارنها بغير ذلك أو لا تستوي أبدا. ومع ذلك إذا أردت أن أجاريك في الكلام وأقول لك إنه تمام، لكن على الأقل هناك تجد قوانين تلك البلاد تعطي للزوجة وللولد قوة وصلاحيات تجعلهم يطغون، يطغى بالقوة التي آتاها. بتقول لك الزوجة أنا متى ما بدي بلوي إذنك، لأنه أنا بدي طلاق وبدي نص ما تملك، إذا مش أكثر، إذا ما شكوت عليك أنك أنت كنت تجلسني في البيت وأنا أريد تعويض بدل جلوسي في البيت. ها ابنتك تشكوك، تقول هذا أبي كان يعنفني، كان يعلمني أنه الشذوذ خطأ، فقط هكذا مجرد تهددك أنه أنا أريد أن أسرح وأمرح ويعني خلص. ماذا ستفعل يعني؟ ماذا ستفعل؟ فأنت هكذا وكأنك تعطي مثلا، كيف لو كان عندك طفل صغير عمره سنة سنتين وتعطيه سكينا في يده أو تعطيه سما في يده، سيؤذي نفسه ويؤذي غيره. فهكذا سبحان الله تفعل أنت عندما لا تحسب أمورك حسابا كافيا، وأنت تعطي زوجك وولدك تلك الصلاحيات، فضلا عن أن تعطي نفسك، فضلا على أن تعطي نفسك. يعني أنت لست معصوما أيضا، لكن على الأقل أنت المفروض رب الأسرة من هو أقدر على أن يملك نفسه ويستشعر المسؤولية. لكن أن تعطي وبعدين الناس تبحث حول الجنسيات ومش عارف إيش. يا جماعة خير، أنا يعني أنا عايش في هذه الكرة الأرضية وأدري إيش الحسنات والسلبيات لكل موضوع، إنه الواحد يأخذ جنسية والواحد إنه يسافر برا وكذا، لكن الواحد بده يحسب. أنا الآن في وضع فيه حاجة لأن أسافر، أن آتي بتخصص معين. أنا شخصيا أنا لا أتكلم من وسع، لا أتكلم أني بعيد عن هذا، لا لا، أنا شخصيا عندي الآن حاجة أن أذهب إلى في سفر وكذا. أنا لا أريد أن يأخذ أحد من هذا أي نوع من القدوة أو كذا. أنا لي وضعي ولي حالتي ولي وأخذت فتوى ولي فتوى خاصة في هذا الموضوع. يعني كل إنسان له فتوى، هذا لعله مبحث آخر نبحثه مستقلا حتى من ناحية نفسية بشكل تفصيلي، لكن ما أقصده أني أنا في هذا الموطن، فماذا أفعل؟ فماذا أفعل وأنا أخطط لهذا الأمر وأنا أدبر لهذا الأمر وأنا أرتب الموضوع؟ أرتب لنفسي أن لا أمكث في تلك البلاد، وأرتب لزوجي وولدي أن لا يبقى أن لا يكون لهم اتصال مباشر ولا يكون لهم سند مباشر في تلك البلاد وقوانينها وما فيها، وأدبر وأيسر أن يكونوا أكثر قربا من هذه من بلادنا، بتكلم الأردن هنا. وأدبر لنفسي أنا أن أكون مرتبطا بإحدى الجامعات في الأردن لكي أضطر فأرجع لكي لا يعني أكيف هناك وأظل قاعد هناك. طب ما أنا عاقل وبني آدم بقى عاقل، لكن لا أمن على نفسي الفتنة، لا أمن على نفسي الفتنة، فبدبر أريد أن أرتب الأمر. يعني طبعا هذه أمور تأخذ بعين الاعتبار، لا أقول أنها لازم على كل أحد وكذا، لكن أقول أنه لا يمكن أن تكون أنت بني آدم عاقل وصاحي وفعلا إنسان بيهمك دينك ودين أبنائك ودين زوجتك وهكذا، ولا تضع هذا في عين الاعتبار، لم تفكر فيه، لم تجعله من المعطيات والأمور التي حسبت لأجلها الأمر. وكثير من الناس عنده عقدة أنا غير، يعني هو يرى الناس يذهبون فيتركون دينهم، فإذا الموضوع وقف عنده هو قال لا 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 أنا غير، إحنا أمورنا غير. غير على إيش إن شاء الله؟ يعني على أي أساس أنت غير؟ أنت إذا سلكت طريقة غيرك ستقع في ما وقعوا فيه، على أي أساس غير؟ فننتبه ونحذر. وهذا والله ما أقوله إلا لأني يعني الإنسان
يغار على حرمات الله ويحب للناس ما يحب لنفسه. فأقول والله هذه حسرة ما بعدها حسرة، الإنسان يذهب ليتعب ويشقى وكذا ليدبر مستقبل أبنائه ويستقبل بناته ومستقبل أسرته، ثم بعد ذلك هو لا مستقبله ولا 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 وضيع كل شيء، ضيع دينه ودين أولاده ومستقبلهم وكل شيء، لا مستقبلهم الدنيا ولا الأخروي، لا دنيا ولا آخر. وكم تأتينا أصلا المشكلات تكون تبدأ أصلا هي عادة، وللأسف هذا أيضا من الملاحظ، كثير من الآباء والأمهات لا يبدأون الشكوى عندما يبدأ الأبناء الانحراف عن الدين. لا 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 لا، هذا مؤسف، هذا مؤسف مؤسف، يعني هذا شيء فعلا يندى له الجبين، هذا شيء فعلا يستحق التفكر والتأمل، وأن تبكي عليه على حالنا وعلى وضعنا. تجد الأب والأم ابن انحرف عن الدين، ترك الدين صار له فترة أصلا، وترك الصلاة وهي تركت الحجاب وأصبحوا خلص ما لهم علاقة بالإسلام إلا كقومية، يعني إذا سألوا أنت شو أصلك، يعني والله أصلي مسلم لكن هو لا يدري عن الدين شيء. متى يأتي يشكو في العيادة ومتى يأتي يشكو يريد الاستشارة؟ لما يبدأ الولد يتجاوز الأب ولا الأم، يتجاوز حقوقه هو الشخصية، يقول لك بطل يعترف فيه، صار ما يسمع كلامي، وفي السياق بيحكي لك وبطل يصلي. طب ما هو بطل يصلي من زمان، ما أنت ما من زمان ما بيصلي، وهي تركت الحجاب زمان، شمعنا هسه؟ ما هسه صار تكسر كلمة أبوها وتطلع مع صاحبها، يعني الموضوع عشان حضرتك يعني. طيب تمام، خلينا نشوف شو سبحان الله. فكثير من الأحيان يكون هذا، أو بعد أن تقع مشكلات أخرى من قبيل المخدرات وإدمان المخدرات، المشكلات الشخصية في موضوع محاولات الانتحار وكذا، بعد أن تقع الفأس بالرأس ونكون وصلنا إلى يعني مراحل يعني سيئة. كل هذا لأن ما اتقينا الله. لا أقول إنه كل أحد يحصل معه مثل هذا الابتلاء لا يتقي الله، لا، أنا أقول إنه للتنبيه، وأنه في كثير من الأحيان نعم يكون هذا لأنه ما اتقينا الله، ما اتقينا يعني ما أخذنا احتياط وقاية. اتقوا الله ولو بشق، واتقوا النار ولو بشق تمرة، ما اتقينا الله، ما اتقينا عذاب الله، ما خفنا من الله، احنا خايفين من الدنيا، خايفين من الناس، خايفين من كل شيء، بس مش من الله، لأنه نأمن عادي، الأمور سهلة، الدين أسهل شيء، آخر شيء، آخر إيش الدين، آخر شيء العقيدة، آخر شيء الفكر. أنا أقول لك لن تسعد في هذه الدنيا بدون ما تكون أنت صاحب مبدأ، صاحب عقيدة، صاحب فكر. هذا يقولونها عادة للناس بشكل عام مهما كانت هذه العقيدة وهذا الفكر، فكيف أنت ونحن نتكلم عن التوحيد؟ فأسأل الله عز وجل أن يهديكم ويهدي أبنائكم وزوجاتكم، ودبروا لهذا الأمر تدبيرا، لا تجعلوا الأمر هكذا سبهلا، واسألوا الله عز وجل من فضله، وقولوا كما يقول عباد الله الصالحين، ها؟ كما يقول العباد الصالحون، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قرة أعين، قالوا وما قرة أعين؟ قال قرة أعين هذه يعبدون الله، يعبدون الله، لا تقر عين المؤمن بأبنائه وولده إلا وهو يراهم يعبدون الله، يدخل على زوجته يراها تمسك مصحفها يسعد بهذا، تقر عينه بهذا، يدخل على ولده يراه يصلي يسعد بهذا، يدخل على ابنته يراها تضبط لباسها، يدخل على زوجته يراها تذكر الله تذاكر أبنائه وهكذا يسعد بهذا فتقر عينه. هذه حال المؤمن مع زوجه وولده. نسأل الله عز وجل لنا ولكم أن يرزقنا حياة طيبة وأزواج وزوجات صالحات وولد صالح. اللهم آمين آمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.